السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله مع سيستم الفاير الارم، وهنتكلم عن جزء التيبس اند تريكس. هنتكلم عن ايه في التيبس اند تريكس؟ هنركز شوية على الكود المصري للحريق، وبالاخص الجزء الثالث منه اللي هو الخاص بانظمة الكشف والانذار عن الحريق. وزي ما قلنا ان الغرض من الفاير الارم سيستم هو تحقيق اشعار مبكر عن الحريق ليتيح لشاغلي المبنى زيادة الفرصة للهروب إلى أماكن آمنة لحماية الأرواح، بالإضافة إلى زيادة احتمالات تحجيم انتشار الحريق وإخماده في مرحلة مبكرة حماية للممتلكات. يبقى أنا عاوز أحمي الأرواح وعاوز أحمي الممتلكات وعاوز أحس بالحريق في الـ Early Stage اللي هي مرحلة مبكرة. مكونات وأنواع أنظمة الكشف والإنذار عن الحريق. أول حاجة كواشف حريق اللي هي الديتكتور، وسائل التشغيل اليدوي المانيوال ستيشن، وحدات تحكم ولوحات بيان وتحكم اللي هي الفاير ألارم كنترول بانل، وأجهزة الإنذار اللي هي النوتيفيكيشن زي السيرينا والفلاشر. مصدر احتياطي للتيار الكهربائي اللي هي UPS أو جنريتور. لو بصينا على أنواع أنظمة الكشف والإنذار عن الحريق هنلاقي في منها 3 أنواع زي ما قلنا. أول نوع الـ Conventional System، وفي النوع دوت بيتم توصيل كل مجموعة من الأجهزة أو كواشف الحريق التقليدية بدائرة كهربائية واحدة اللي هي الزون لمراقبة منطقة إنذار في مبنى، بحيث يعطي أي كاشف أو جهاز بالمجموعة إشارة للوحة الإنذار والتحكم بوجود حريق في منطقة الإنذار ككل دون تحديد لرقم أو عنوان الكاشف أو الجهاز. السيستم دوت اللي هو شغال بكونسبت الزون وكلاس بي وايرنج. النوع اللي بعد كده الادريسابل سيستم، انظمة تعتمد في عملها على اجهزة وكواشف حريق من النوع المعنون اللي هو الادريسابل، كل جهاز ليه ادرس معين بحيث يكون لكل كاشف او جهاز رقم محدد اللي هو الادرس يظهر في لوحة الانذار والتحكم ليعبر عن حالته. كما يمكن في هذا النظام التحكم في كاشف أو جهاز بعينه للقيام بمهام أخرى زي ما اتكلمنا عن النوع دوت. النوع الثالث الأنالوج سيستم أو الانتليجنت أدريسابل، وفي النوع دوت بستخدم كواشف من نوع كواشف المقارنة التحليلية، حيث يتم تبادل الإشارات بين لوحة التحكم والكواشف لبيان درجات تغير الحالة في المنطقة المحمية. يعني الديتكتور نفسه هو اللي بيحلل الداتا اللي عليه ويقول في فاير ولا مفيش، ويبعت للوحة واللوحة تتصرف زي ما قلنا. لو حبينا نصنف كواشف الحرارة من حيث قابليتها للرجوع إلى وضع التشغيل بتتقسم لنوعين، في كواشف غير قابلة للترجيع، يعني أول ما تدي ألارم برميها وأجيب حاجة غيرها، وفي كواشف قابلة للترجيع. طيب اللي هي قابلة للترجيع ديت في منها نوعين، يا إما بعملها يدويا يا إما ذاتية الترجيع يعني بترجع لوحدها. وكواشف الحرارة اللي هي غير قابلة للترجيع أو قابلة للترجيع اللي هو linear heat detector اللي هو بيكون بتاع الأنفاق دوت. نيجي نتكلم بقى على كواشف اللهب، والكواشف دي بتعتمد في كشفها للحريق على استشعار الطاقة الإشعاعية المنبعثة من اللهب. كواشف اللهب مناسبة للكشف عن الحرائق التي تتكون فيها ألسنة اللهب في المراحل الأولى للحريق كحرائق المواد القابلة للالتهاب. الفليم ديتكتور أو كاشف اللهب دوت بستخدمه في الأماكن اللي ممكن يحصل فيها حريق للفحم مثلا، أو أي مادة ممكن تطلع لهب لما يحصل لها حريق. كواشف اللهب بتنقسم إلى نوعين، أول نوع كواشف الأشعة فوق البنفسجية أو كواشف الأشعة تحت الحمراء. في البداية لما اخترعوا الفليم ديتكتور دوت كان كل ما يحطوه في مكان لو فيه قصاده كشاف كان بيدي ألارم، لو شاف ضوء الشمس كان يدي ألارم، فبالتالي عملوا تطوير ليه وخلوه يشوف الأشعة الفوق بنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، وسواء الأشعة ديت أو الأشعة دي بتكون موجودة في اللهب، بالتالي بقى أكيوريت أكتر وبقى بيشوف اللهب بس ما يديش ألارم على حاجة تانية. يراعى في اختيار أنواع الكواشف تقليل احتمال صدور الإنذارات الكاذبة إلى أدنى حد ممكن. على سبيل المثال
لا يجوز تركيب الكواشف التي تستشعر معدل الارتفاع في درجات الحرارة بالمواقع المعرضة لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة خلال تشغيلها العادي. يعني مينفعش أجيب هيت ديتكتور ريتو فرايز وأحطه في مطبخ أو في غرفة غلايات، لأن أنا لو في مطبخ لو فتحت الفرن فجأة هيطلع كمية سخونية عالية جدا في وقت قليل. بالتالي لو حطيت ريتو فرايز هيت ديتكتور هيدي ألارم، بس دوت هيبقى إنذار كاذب. عشان كده لازم أختار الكشاف بعناية ودقة عشان ما يديش إنذار كاذب. مثال تاني، في كواشف اللهب التي تستشعر الأشعة فوق بنفسجية يمكن أن تعطي إنذارات كاذبة إذا ما تم تركيبها في مواقع تجري فيها عمليات اللحام بالكهرباء. يعني لو عرضتها لأي حاجة فيها ضوء، في أشعة فوق بنفسجية أو أشعة تحت الحمراء، هتدي إنذار كاذب، بس دوت مش حريق ومش لهب. أيضا كواشف الدخان تعد غير مناسبة لتأمين المواقع المخصصة للتدخين والمطابخ، لأن زي ما قلنا لو حطيت سموك ديتكتور في سموكينج روم هيدي ألارم، وفي نفس الوقت دوت مش حريق، دي ناس بتدخن عادي وما شابه ذلك إذا كانت لها درجة حساسية عالية. حاجة كمان، لا يجوز تركيب كواشف تستشعر ظواهر حريق معينة إذا كانت هذه الظواهر تحدث في الموقع في الظروف العادية دون حريق. زي ما قلنا لما أجي أختار الكاشف أو الديتكتور لازم أراعي إن الظاهرة ديت ما تكونش نورمال فينومينا في المكان عشان الكاشف ما يديش إنذار كاذب. نيجي لنقطة تانية، يمكن تخفيض المسافات الموصوفة للكواشف اللي احنا شفناها في فيديو الديستريبيوشن بهدف تحقيق أي من الأغراض الآتية: اختصار زمن الاستجابة، لو أنا عايزه يستجيب بشكل أسرع جدا جدا أقلل المسافات اللي احنا ذكرناها، استجابة الكاشف لحرائق أصغر، التوافق مع الشكل الهندسي للموقع المطلوب حمايته. ممكن بعد ما أوزع الكواشف في المكان عندي لو عاوز أحط لمسة ديكور في المكان ممكن اضطر ان انا ازود عدد الديتكتور عشان يديني شكل معين في السقف فيبقى شكله حلو. وممكن يكون الاعتبارات خاصة مثل حركة التيارات الهوائية او وجود موانع اخرى. في حالة الحاجة الى تغطية المبنى بالكامل بنظام الكشف عن الحريق فيجب تركيب الكواشف في جميع الغرف والمخازن. مينفعش اركب ديتكتور في مكان ومركبش في مكان تاني اقول مش مهم، لا لازم اغطي المبنى بالكامل. يبقى لازم أحط في كل الغرف والمخازن وأنفاق الكابلات والأماكن التي فوق الأسقف المعلقة اللي هي السيلينج سسبندد وأسفل الأرضيات المرفوعة اللي هي الريزد فلور كالمستخدمة في غرف الحواسيب الآلية، وهنشوف الريزد فلور ديت لما نيجي نتكلم على الداتا سنتر إن شاء الله. بيقول لك بقى تستثنى الأماكن التي فوق الأسقف المعلقة من وضع الكواشف بها إذا كانت لا تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، يبقى مفيش داعي إن أنا أحط ديتكتور. وكان السقف المعلق مقاما ومركبا كسقف مقاوم للحريق، ممكن يبقى السقف نفسه فاير ريزيستنس، فبالتالي مش محتاج إن أنا أعمل نظام للكشف عن الحريق فوق السقف. تعامل الأماكن التي فوق الأسقف المعلقة والتي تحت الأرضيات المرفوعة كغرف منفصلة، بعمل لها توزيع زيها زي أي غرفة موجودة في المبنى عندي، ويتم تحديد المسافة البينية للكواشف طبقا لطبيعة الأسقف بالكيفية الموضحة في البنود التالية الخاصة بمتطلبات تركيب الكواشف بأنواعها المختلفة زي ما اتكلمنا برضو في الفيديو بتاع الديستريبيوشن. كواشف الحرارة التي تعمل عند درجات حرارة محددة اللي هي الفيكسد هيت يجب ألا تقل درجة حرارة تشغيلها عن درجة الحرارة العادية للمكان المطلوب حمايته زائد 14 درجة مئوية. يعني أنا لو في مكان درجة حرارته 36 مثلا، يبقى لازم الفيكسد هيت أخلي درجة الحرارة اللي يشتغل عندها 50 درجة، 36 زائد 14 وهكذا، ولا تزيد عن درجة الحرارة العادية للمكان المطلوب حمايته بلس 28 درجة مئوية، يبقى لازم أظبطه في الرينج دوت. يجب ألا يزيد ارتفاع كواشف الحرارة عن 9 متر من الأرضية في الأجواء المتوسطة ولا عن 6 متر في الأجواء ذات درجات الحرارة المرتفعة عشان يحس أسرع بدرجة الحرارة إلا إذا نصت تعليمات الجهة الصانعة على ارتفاعات أكبر.
في كل الأحوال أنا برجع للـ Manufacturer Recommendation، هو اللي عامل الديتكتور دوت وهو اللي يقول لي أوزعه إزاي. يجب أن تركب كواشف الحرارة الموضعية بحيث تتباعد أداة الاستشعار عن السقف بمسافة لا تزيد عن 50 ملي، دي المسافة بين السقف وبين كاشف الحرارة. تركب كواشف الحرارة الموضعية تحت الأسقف بحيث تكون بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن 10 سنتي، كما يجب تركيبها على الحوائط بحيث تكون بعيدة عن السقف بمسافة تتراوح بين 10 إلى 30 سنتي. كلام جميل. بالنسبة للأسقف المحمولة على كمرات خرسانية مسلحة فتعامل كأسقف مستوية إذا كان سقوط الكمرات أسفل السقف لا يزيد عن 10 سنتي، فإذا زاد سقوط الكمرات أسفل السقف عن ذلك وبما لا يجاوز 45 سنتي فيجب ألا يزيد التباعد بين الكواشف والكمرات عن ثلثي مسافة التباعد الموصوفة. أما إذا زاد سقوط الكمرات أسفل السقف عن 45 سنتي فيجب اعتبار كل مساحة محصورة بين الكمرات كمساحة حماية منفصلة. يبقى زي ما قلنا، لو الكمرات المسلحة ديت اللي نازلة من السقف لو أكتر من 10% من الارتفاع الكلي، بعامل كل منطقة لوحدها. تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت الأسقف المرتفعة. إذا كانت الأسقف مرتفعة أكثر من 3 متر عن الأرضية، فيجب تخفيض المسافة البينية للكواشف بحيث تساوي نسبة مئوية من المسافة البينية الموصوفة، زي الجدول دوت كده. لو المسافة بين 3 إلى 3.6 متر، بخلي المسافة بين كل 2 ديتكتور 91% من المسافة اللي احنا قلناها في فيديو الديستريبيوشن. وكل ما المسافة بتزيد أو كل ما الارتفاع بيزيد، كل ما النسبة المئوية بين الـ2 ديتكتور بتقل. لو جينا نتكلم عن كواشف الدخان الخاصة بمجاري الهواء اللي هي الدكت سموك ديتكتور، وظيفتها هي اكتشاف الدخان بغرض التحكم في مراوح ضخ الهواء وحوانق أنظمة التكييف والتهوية، منعا لانتشار الدخان والغازات داخل المبنى من خلال مجاري التكييف والتهوية. زي ما قلنا، أنا عاوز أصطاد الهواء السخن أو الدخان في الريتيرن بتاع نظام الـ HVAC. يجب اعتبار مجاري الهواء مناطق حريق منفصلة عن المواقع التي تمتد بها، أي أن توزيع الكواشف يجب أن يكون مستقلا عن توزيع الكواشف المركبة خارجها. هعامل المنطقة ديت كمنطقة منفصلة غير الغرفة اللي هي بتغذيها بالهواء. متطلبات تركيب كواشف الدخان الخطية اللي هي البيم ديتكتور. يجب تركيب كواشف الدخان الخطية التي تستخدم الحزمة الشعاعية بحيث تكون الأشعة المرسلة موازية للسقف دون أن تعوقها أي حواجز. يعني مينفعش يكون عندي حاجة بتقطع الشعاع اللي خارج من الليد رايح على الفوتو ترانزستور. لا يجوز أن يقل ارتفاع الأشعة عن الأرض عن 2.7 متر تلافيا للإنذارات الكاذبة نتيجة تقاطع الأشعة مع أي أجسام متحركة. لازم أوفر متر أسفل الترانسميتر والريسيفر ما يعديش فيه أي جسم خالص عشان الشعاع يخرج من الترانسميتر يروح للريسيفر من غير ما يعوقه أي حاجة، عشان ما يديش إنذار كاذب. يجب أن تحدد المسافة بين حزم الأشعة وفقا لاحتياجات التأمين والدراسات التحليلية للأخطار المحتملة وتعليمات الجهة الصانعة، وعادة لا تزيد المسافة البينية بين حزم الأشعة عن 18 متر. يعني أنا بحط ترانسميتر ورسيفر وبعدهم ب 18 متر بحط ترانسميتر ورسيفر تاني عشان يغطوا الأريا اللي بعد كده، ولا يزيد بعد حزم الأشعة عن الحوائط الموازية لحزم الأشعة عن نصف هذه المسافة، ولا يزيد بعدها عن الحوائط النهائية العمودية على حزم الأشعة عن ربع هذه المسافة. نيجي نتكلم على أضرار الإنذار اليدوية. يجب أن تكون الأزرار واضحة ومميزة وسهلة الاستخدام ومدون عليها طريقة الاستخدام. زي ما احنا شفناها بتكون لونها أحمر وفي منها نوعين. يجب أن تركب الأزرار في مسالك الهروب بالمسارات الموصلة للمخارج. تحدد مسافة الارتحال
لأقرب زرار إنذار يدوي طبقا لظروف الموقع وحالة شاغليه، وبشرط ألا تزيد عن 30 متر. لازم المسافة بين كل 2 مانوال ستيشن ما تزيدش عن 30 متر. يجب أن تكون أزرار الإنذار مركبة على ارتفاع لا يقل عن 1.1 متر ولا يزيد عن 1.4 متر من الأرضية في مكان يسهل الوصول إليه وتتوفر فيه الإضاءة الكافية، وتكون مميزة عن لون الحائط المركب عليه اللي هو اللون الأحمر اللي هو أكتر لون مميز. المتطلبات الخاصة بأجهزة الإنذار الصوتية: لو أنا هستخدم سبيكرز عشان أذيع رسالة إخلاء لازم أحقق متطلبات خاصة. يراعى في توزيع أجهزة الإنذار الصوتية أن تعطي شدة صوت تزيد بمقدار 15 ديسيبل عن الضوضاء بالمكان، وعلى الأقل لا تقل عن 75 ديسيبل على بعد 3 متر. الديسيبل ديت اللي هي شدة الصوت أو الوحدة بتاعة شدة الصوت. وهنفهم أكتر شدة الصوت ديت في سيستم البابليك أدرس إن شاء الله. في حالة استخدام أجهزة الإنذار الصوتية في غرف النوم بالفنادق أو غيرها، فيجب ألا تقل شدة الصوت عند رأس الفرد النائم عن 70 ديسيبل، ولازم ألتزم بالرقم دوت عشان لو في أي شخص نايم وحصل حريق الصوت اللي هيطلع من السبيكر دوت يقدر يسمعه ويصحيه من النوم عشان يهرب من المكان. يجب ألا يقل عدد أجهزة الإنذار الصوتي في كل منطقة إنذار عن جهاز واحد. يجب ألا يقل ارتفاع جهاز الإنذار الصوتي عن 2.3 متر من الأرضية. طبيعي السماعة بحطها يا إما في السقف يا إما على الحيطة بس قريبة من السقف. وسائل الإنذار المرئية: تستخدم وسائل الإنذار المرئية عادة في الأماكن التي بها مستوى ضوضاء مرتفع، أو الأماكن التي يشغلها أشخاص طب أو المستشفيات كوسيلة إنذار إضافية أو مكملة. لازم أراعي في المكان إن ممكن يكون عندي ناس صم، فلازم أحط لهم حاجة مرئية يشوفوها، ولازم أراعي إن عندي ناس خفيفة فلازم أحط لهم أجهزة إنذار صوتية. وتكون هذه الوسائل عبارة عن كشافات ضوئية تعطي ضوءا متقطعا زي الفلاشر، ويكون استخدامها مطلوبا طبقا لهذا الكود. إذا زادت شدة الضوضاء بالمكان عن 90 ديسيبل يبقى لازم أستخدم وسائل إنذار مرئية. يجب أن يكون معدل ومضات الضوء في حدود ما بين 90 إلى 120 واندا في الدقيقة عشان تلفت الانتباه وتشد العين والناس تاخد بالها وتهرب. الإنذار بالإذاعة الداخلية والرسائل الصوتية المسجلة: تستخدم هذه الوسائل طبقا للحاجة في الأماكن التي تستدعي ذلك، مثل إشغالات التجمعات التي توجد بها أعداد كبيرة من البشر، أو في المباني المرتفعة في حالة الاحتياج إلى إخلاء المبنى على مراحل أو إخلاؤه جزئيا، وذلك لإعطاء تعليمات أو إرشادات واضحة خاصة بتنفيذ خطط الطوارئ. يجب أن تكون السماعات المستخدمة في نظام إنذار الحريق مصممة لهذا الغرض وملائمة لهذا الاستخدام. لازم تكون فاير ريزيستنس عشان تقدر تشتغل وقت الحريق وتنبه الناس. لا يجوز استخدام سماعات إنذار الحريق في غير أغراض الطوارئ. لازم تكون السماعة دي خاصة بإنذار الحريق فقط، ما ينفعش استخدمه في حاجة تانية. يجب أن يؤدي تعطل أي مكبر صوت أمبليفاير إلى إعطاء إنذار صوتي بلوحة البيان والتحكم، ونعرف إيه هو الأمبليفاير وبستخدمه في إيه وبعمل السايز بتاعه إزاي في سيستم البابليك أدرس إن شاء الله. يجب تزويد أي سلم محاط إذا زاد ارتفاعه عن 3 طوابق بسماعات إنذار حريق ومعاملته كمنطقة إنذار منفصلة. نيجي بقى نتكلم عن لوحات التحكم اللي هي الفاير ألارم كنترول بانيل. قد يتم استخدام عدة لوحات تحكم في نظام واحد لكبر حجم أو ارتفاع المبنى. لو عندي مبنى كبير ممكن أستخدم أكتر من لوحة تحكم وبربطهم كلهم على لوحة مين للمشروع أو لوجود عدة مباني ضمن النظام. وفي هذه الحالة يتم وضع لوحات فرعية في أماكن مختلفة من المبنى أو في كل مبنى، ويتم ربط هذه اللوحات الفرعية بلوحة التحكم الرئيسية ليكونوا معا شبكة اتصالات.
حيث تستقبل اللوحة الرئيسية جميع المعلومات الخاصة بكل لوحة فرعية من حيث الإنذار أو الأعطال بالشبكة أو باللوحة الفرعية. وفي هذه الحالة تكون كل لوحة فرعية قائمة بذاتها، بحيث تستطيع القيام بأعمال الكشف والإنذار في المنطقة التي تغطيها أو المبنى الذي تغطيه، حتى لو تم قطع الاتصال باللوحة الرئيسية. يعني كل لوحة خاصة بالجزء اللي هي بتغطيه فقط. نيجي بقى نشوف أماكن وضع لوحات التحكم. يجب أن يتم تركيب لوحة التحكم الرئيسية في مكان آمن قليل الخطورة وقريبا من المداخل التي يمكن أن يستخدمها رجال الإطفاء والمسؤولون المعنيون عند دخولهم للموقع. كما يجب ألا يكون موصلا عليه أي باب في أي وقت من الأوقات. يعني لازم لوحة التحكم تكون في مدخل المبنى عشان لما يحصل حريق ورجال المطاف ييجوا يبصوا على اللوحة على طول يعرفوا الحريق فين بالظبط ويطلعوا يتعاملوا معاه. وما ينفعش أحط لوحة داخل أوضة عليها باب، لأن ممكن وقت الحريق ما يكونش موجود المفتاح بتاع الأوضة ديت، فبالتالي مش هعرف الحريق موجود فين بالظبط، والحريق كده هيكبر والمشكلة هتزيد. لكن إذا تم تركيب اللوحة الرئيسية في منطقة ليس بها أفراد للمراقبة، فيجب تركيب لوحة تكرارية متصلة باللوحة الرئيسية اللي هي ريبيتر بانل، ومجهزة بوسيلة مسموعة ومرئية للإنذار عن الحريق وعن الأعطال. يعني أنا لو حطيت اللوحة الرئيسية في مكان مقفول عليه، لازم أحط لوحة تكرارية اللي هي الريبيتر بانل عند مدخل المبنى برضو، عشان لما رجال الإطفاء أو رجال المطافي ييجوا يبصوا على اللوحة يعرفوا الحريق موجود فين بالظبط. وده شكل الريبيتر بانل. في منها نوعين، في منها نوع بيكون عليه أزرار كده ولوحة بيبان عليها المكان فين بالظبط، وفي منها نوع تاني اسمه الميميك. الميميك بانل دوت بيكون عليها رسمة للبلان بتاع المبنى، شكل المبنى بالظبط متقسم بالرومز بالكوريدور بكل حاجة، وكل روم منهم بيكون في مكانها ليد. الليد دوت لما بينور يبقى في حريق في المكان دوت، فرجال الإطفاء أو المطافي يجوا يبصوا على الميميك بانل يشوفوا أنهي ليد بالظبط منور فيعرفوا الحريق في أنهي روم ويطلعوا يتعاملوا معاه. الاتصال بمركز الإطفاء. للحصول على أكبر فائدة من نظام الكشف عن الحريق، يفضل إرسال إشارة الحريق المؤكدة الدالة على وجود حريق بالمبنى إلى مركز إطفاء أو إلى الموقع الذي تحدده الجهة المختصة في أقل وقت ممكن. وعشان أتصل بمركز الإطفاء عندي كذا طريقة. أول طريقة الإبلاغ بخط تليفوني مخصص. تاني طريقة إرسال الإنذار تلقائيا. بيكون في جهاز طلب آلي في اللوحة بتاعة الفاير ألارم بيبعت إنذار تلقائي لمركز الإطفاء. الطريقة التالتة إرسال الإنذار عن طريق مسؤول الإطفاء بالمبنى. يعني مسؤول الإطفاء اللي في المبنى هيبلغ مركز الإطفاء إن في حريق في المكان دوت عن طريق التليفون طبعا. نيجي نتكلم على المتطلبات الخاصة بمصادر التيار الكهربائي والتوصيلات والدوائر الكهربائية. مصادر التيار الكهربائي يجب أن يتوفر مصدران منفصلان تماما للتيار الكهربائي اللازم لتشغيل النظام، أحدهما أصلي والآخر احتياطي اللي هو جنريتور أو يو بي إس، ويكون كل منهما مراقبا تلقائيا بصفة مستمرة لضمان حدوث إنذار فوري في حالة انقطاع أي منهما. يجب أن يعمل نظام الإنذار بجهد كهربائي منخفض تيار مستمر اللي هو دي سي. وزي ما قلنا أنا بدي اللوحة تيار اي سي 220 وهي جواها حاجة بتحوله لدي سي وتبدأ تغذي السيستم. من المصادر المحتملة للتيار الكهربائي، أول حاجة المصدر الكهربائي العمومي اللي هو الترانسفورمر، تاني حاجة مولد كهربائي اللي هو الجنريتور، تالت حاجة بطاريات احتياطية اللي هو اليو بي اس أو البطاريات اللي بتكون في اللوحة نفسها. ولازم البطاريات الاحتياطية تكون محفوظة داخل كابينة مغلقة بمفتاح في مكان جيد التهوية، ما لم تكن مركبة داخل لوحة البيان والتحكم. يعني ممكن تكون محطوطة في أوضة وممكن تكون داخل اللوحة نفسها. يجب أن تكون سعة البطاريات الاحتياطية
كافية لتشغيل النظام لمدة 24 ساعة على الأقل، بالإضافة إلى تشغيل أجهزة إصدار الإنذار بكامل طاقتها لمدة 4 دقائق على الأقل، والمدة ديت اللي بيحددها الـ Manufacturer Recommendation، بس هي أقل حاجة في أي شركة هتكون 4 دقايق. يجب أن تكون البطاريات الاحتياطية من الأنواع التي لا يقل عمرها الافتراضي عن 3 سنوات، ولا يجوز استخدام البطاريات السائلة الخاصة بالسيارات لهذا الغرض عشان تبقى مناسبة للغرض بتاعها. يجب أن تكون سعة البطاريات مناسبة للوفاء بمتطلبات تشغيل النظام، بالإضافة إلى نسبة 25% معامل أمان. يعني لما أجي أعمل فايز للبطاريات اللي هستخدمها في السيستم دوت أو في النظام دوت، لازم أسيب سبير فاكتور 25%، عشان لو زودت أي حاجة في المستقبل بالتالي البطاريات تقدر تغطيها. يجب أن تكون البطاريات متصلة بشاحن تلقائي عشان أول ما الكهرباء تفصل هي تكون مشحونة، فتقدر تشغل السيستم بالكامل لمدة 24 ساعة. نيجي بقى نتكلم عن الأسلاك. يجب اختيار قطاعات الأسلاك بحيث لا تسبب انخفاضا في الجهد يؤثر على كفاءة عمل الأجهزة. لما أجي أعمل الحسابات بتاعة الكابلات أو الأسلاك، لازم أعملها بدقة عشان ما يحصلش فولتج دروب يأثر لي على كفاءة السيستم بالكامل. لا يجوز إدخال الأسلاك التي تقل مساحة مقطعها عن 1 ملي داخل مواسير. يجب تركيب التوصيلات الكهربائية الخاصة بنظام الكشف والإنذار على مسافة لا تقل عن 50 ملي من أي توصيلات كهربائية خاصة بالإنارة أو القوة موازية لمساره. يعني ما ينفعش أمشي مواسير الفاير ألارم جنب المواسير اللي ماشي فيها أسلاك الإنارة أو أسلاك البرايز بتاعة القوة. لازم أسيب مسافة ما بينهم 50 ملي عشان أسلاك الإنارة بتعمل electromagnetic interference ممكن يأثر لي على الأسلاك بتاعة الفاير ألارم فيأثر على كفاءة السيستم. كده إحنا اتكلمنا عن أهم النقاط الموجودة في الكود المصري للحريق. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن tips and tricks تاني عن النظام دوت، وهنشوف مجموعة من الفيديوهات عشان نفهم أكتر السيستم دوت. شكرا.